أسئلة كمان. طيب، برنامج التدريب النهاردة يمكن الجهاز الفني أول ما وصل بالأمس عمل اجتماع عشان يحضر البرامج التدريبية ابتداء من النهاردة لغاية يوم الجمعة. البرنامج وضعه إيه؟ وكمان الجهاز النهاردة أكيد لو في اجتماعات كمان مع اللاعبين. انا هبدا معاك طبعا في البدايه. بالنسبه للبرنامج الخاص مع التنسيق بين بيتسو موسيماني المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ، تم اختيار الملعب. يمكن النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ صباحا تواجد مع الكابتن سمير عدلي لاختيار ملعب. كان في ملعبين طبعا، كابتن سمير راح بنفسه زار الملعب، عين ارضيه الملعب، ملعب كهرماء كاليفورنيا البيضاء، ده اسمه طبعا الحرفي هنا في المغرب، لكن بيتقال عليه على طول كهرماء كاليفورنيا، بيبعد عن هنا 25 دقيقه من فندق الاقامه. يعني كابتن سيد يمكن سالناه الملعب جيد ان شاء الله، لعيبه النادي الاهلي تستفيد منه، يبقى جرعات تدريبيه مكثفه لفريق النادي الاهلي. ايضا كمان انت عارف ان القائمه بتضم 22 لاعب، لكن عايز اطمنك بشكل عام على عدد من اللاعبين بالنسبه للاصابات، وده امر مهم جدا حابين نطمن عليه كل جمهور النادي الاهلي. عندنا بعض اللعيبه اشتكت من اصابات، الشناوي وايمن اشرف هبدا بيهم. الشناوي وايمن اشرف طبقا طبعا لتصريحات الدكتور خالد محمود جاهزين ان شاء الله باذن الله للمباراه اللي هتقام يوم السبت باذن الله على ملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعه 8، امر مهم جدا كنا حابين نطمن عليه، والنهارده كمان هنشوفهم في خلال التدريب الاول اللي هيكون في تمام الساعه 8 مساء. تم تحديد موعد التدريب مع موعد المباراه. انت عارف طبعا محمد ان في فرق ساعه، يعني 9 مساء في القاهره 8 مساء، فاكيد النهارده يكون التدريب الاول في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب هو موعد المباراه. ايضا كمان يمكن النهارده فطار صباحا كان 10 صباحا مستر بيتسو موسيماني عقب انتهاء الفطار مباشره اجتمع باللاعبين. الراجل مكثف المحاضرات الفنيه بشكل كبير جدا زميلي محمد، بيتكلم مع اللعيبه. طبعا اللعيبه على قدر المسؤوليه وعارفه اهميه المباراه، لكن الحقيقه بيتسو موسيماني والجهاز الفني بالكامل بيقوم بدور كبير جدا. الجانب النفسي مهم جدا يا محمد، كل مره بناكد على الرغبه والجديه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي، لكن الاحاديث المستمره مع الجهاز الفني واللاعبين ايضا كمان ده امر مهم جدا. وباكد كل مره على وجود الكابتن محمود الخطيب قيمه كبيره جدا، رئيس مجلس اداره، رئيس البعثه، رساله مهمه جدا لكل اللعيبه. حقيقه يمكن مش سايب اي حاجه، على طول متواجد مع اللعيبه، تحفيز مستمر، لسه ما اجتمعش معاهم، هو كلماته بسيطه وبناكد كل مره كلماته بسيطه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، لكن بيكون امر مهم جدا وبيصل للاعبين. النهارده محمد كمان 7 مساء هيكون في محاضره فنيه اخرى، لكن محاضره فيديو، يمكن ده كمان الامر المهم اللي احنا حابين نتكلم عليه. 7:30 هتتوجه بعثه النادي الاهلي للتدريب الاول الى ملعب كهرماء كاليفورنيا البيضاء، 8 مساء يكون للتدريب. الحمد لله محمد حتى هذه اللحظه كل اللعيبه يعني تركيزها كبير جدا، معنوياتها مرتفعه جدا، بنتمنى بقى ان شاء الله باذن الله كل الامور طبعا. خارج بقى الفندق احنا بقى ماشيين في الطريق، الامور الخاصه بالتامين كل الامور دي ان شاء الله تكون جيده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. طيب.